أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الست في 8 يناير المقبل، وذلك بناء على رغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبيرين من كوريا الشمالية رداً على استمرار الأخيرة بتطوير أسلحة الدمار الشامل في انتهاك مستمر لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com.